أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بخطوة هي الأولى من نوعها، افتتحت الإمارات صرح ديني بضم دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة بهدف تعزيز التسامح والحوار بين الأديان. شو هو بيت العائلة الإبراهيمية وبشو بيتميز تصميمه؟ بيت العائلة الإبراهيمية بالإمارات هو صرح ديني شيدته دولة الإمارات ليجمع بين الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام، المسيحية واليهودية بمكان واحد. تم تدشين هالصرح رسمياً ب 16 فبراير 2023 من قبل وزارة الداخلية ووزارة التسامح الإماراتية برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على جزيرة السعديات اللي بتمثل مركز الثقافة بإمارة أبوظبي، بحدث اعتبر عالمي باعتباره الأول من نوعه. وشاءت الإمارات من خلال هالصرح المعماري مد جسر من جسور التواصل والتعايش بين البشر باختلاف انتماءاتهم الدينية بإطار سعيا لتشجيع التفاهم المتبادل والتعايش المتناغم والسلام بين مختلف أبناء الديانات. هو بيضم المشروع مسجد وكنيسة وكنيس ومركز تعليمي. وأرادت الإمارات من تصميم بيت العائلة الإبراهيمية تجسيد القيم المشتركة بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وبيستوحي البيت رؤيته من حدث توقيع قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك اللي انعقدت بفبراير عام 2019. وأرادت الإمارات من هالصرح أنه يكون مكان للتعلم والحوار والعبادة. وبيفتح بيت العائلة الإبراهيمية أبوابه أمام الجميع ليعكس إيمان دولة الإمارات بأهمية التسامح، وكمان بيضم مركز تعليمي وبيستضيف مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات من الخدمات الدينية اليومية وصولاً إلى مؤتمرات القمة الدولية. وكان لتصميم بيت العائلة الإبراهيمية دلالة كبيرة، إذ صمم بيت العائلة الإبراهيمي المهندس البريطاني الغاني ديفيد أجاي الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية، وهو أحد أبرز المعماريين بالعصر الحالي. وفاز تصميمه لمشروع بيت العائلة الإبراهيمية كأفضل تصميم لما تم كشف الستار عنه ب 20 سبتمبر عام 2019. وبيضم التصميم ثلاث مكعبات بتعرض ملامح العمارة التقليدية الخاصة بكل دين من الأديان الثلاثة مع إبراز العناصر الهندسية والجمالية المتميزة. وراعى التصميم أنه تكون المباني الثلاثة متشابهة من حيث الشكل لتظهر بالمساحة الوسطية وكأنها بناء واحد، لا سيما وأنها بتتطابق من حيث المقاس، المواد المستعملة بالبناء والارتفاع لضمان عدم طغيان أي مبنى على الآخر، بهدف ترسيخ تناغم بصري خارجي مع ضمان احتفاظها بالملامح المنفردة لكل دين على حدة. وتم تصميم حديقة مركزية مع فناء مميز بين المباني الثلاثة. تسمى كل دور عبادة منهم باسم وكان لكل مبنى خاصية هندسية. بيجمع المسجد اللي أطلق عليه اسم مسجد الإمام الطيب بتصميمه بين الزائرين والمصلين من خلال وجود ساحة خاصة للصلاة وعتبات مفصلية بتتيح للزوار غير المسلمين مشاهدة طقوس العبادة دون المشاركة فيها. وبيبدأ تصميم المبنى برحلة إيقاعية للزوار بتوفر لهم التأمل، بيتبع الوضوء الروحي وأخيراً الصلاة الخاشعة. أما كنيسة البيت الإبراهيمي اللي سميت كنيسة القديس فرانسيس فهي كنيسة بتجمع مختلف المذاهب المسيحية ويمكن الدخول إلى مباشرة، ومدخلها محاط بالمي من الخارج ليوضح طقوس العبور، بينما الجزء الداخلي للكنيسة هو مفعم بإضاءة ممتدة بتخلي الزائرين يشعروا بقداسة المكان. والكنيس اليهودي أطلق عليه كنيس موسى بن ميمون، وهو أول كنيس بني لممارسة الشعائر الدينية اليهودية بالإمارات، ومكون تصميمه من سلسلة من العتبات المعمارية بينما واجهته متعددة الطبقات. وراعى التصميم كله وجود سلسلة من المساحات المترابطة لدعم فكرة التفاعل بين الناس. وكانت قصة بيت العائلة الإبراهيمية قصة فرح.